طيب فلول النظام، كلمة فلول النظام بتعمل حساسية؟ فلول النظام لا، وبعض العقول الظلمة. رائع. فلول النظام وبعض العقول الظلمة، والعقول الظلمة مش قاصرة على دين معين واحد. في عندك عقول ظلمة في المسلمين وظلمة قوي، وفي عقول ظلمة في المسيحيين، في عقول ظلمة هنا وعقول ظلمة في كل حتة. العقول الظلمة التي لا تفهم حقيقة ولا جوهر الدين مع هذه الفلول، مع بعض رجال الأعمال الفاسدين الذين لا يفكرون مصلحة هذا البلد، هم بيمثلوا قوى الثورة المضادة. وبرضو عايز أقول أنا لا أستبعد أنه فيه أصابع خارجية بتشتغل. وخلينا أكلمك بصراحة. يا ريت. شوف يا سيدي، فيه دولة في هذه المنطقة من مصلحتها أنها تكسر مصر. نعم. كسرت العراق وكسرت السودان، وهمها الأكبر أنها تكسر مصر. لكن بإذن الله مصر مش هتنكسر، بإذن الله مصر مش هتنكسر، بإذن الله مصر مش هتنكسر. الدولة دي مش إسرائيل. إسرائيل. أنا ما بخبيش، أنا بتكلم على بالمفتوح. حد بيسأل ويقول طيب ما هو مصلحة إسرائيل إيه؟ ده اهتزاز مصر خطر على أمنها القومي. لا يا أخويا، مش خطر على أمنها، ضعف مصر مصلحة إسرائيل. مصر أضعفت العراق. نعم. أضعفت العراق، دخلت عليه الاحتلال. العراق كان قوة حقيقية. نعم. أضعفته، قسمت السودان، هيت بتشتغل عندك تحت في منابع النيل، بتعمل سدود في اثيوبيا، كل همها انها تخنق هذا البلد. بس الثوره اثبتت ان الضعف والهوان وما حدث لمصر كان من داخلنا، واحنا ارتضينا هذا. جزء اساسي منه من داخلنا. ايوه. لكن هذا الداخل للاسف كان بيخدم على مصالح خارجيه. للاسف الموجز. هرجع تاني لفلول النظام. اسرائيل اصل ما فيش حد ممكن يكون مواطن مصري او عربي، مش لازم كل العرب يعني، بس ولا عربي هيبقى الا هو متاكد انه العدو الرئيسي له. لكن واحنا بنتكلم عن فلول النظام بتجعل بعض الغاضبين او الناقمين او المعترضين على هذا النظام، بما خاصه كل يوم بتتكشف حقائق فساد مفزعه شويه، بيخلط المسائل كلها مع كل من كان له علاقه بالنظام. وانا اسف حضرتك، بشكل او باخر كنت جزء من النظام في وقت من الاوقات، وجميعا كنا اجزاء من النظام بشكل او باخر. هذا صحيح. كيف يمكن عمليه الفرز كي يتم احتواء الوطن وما تبقاش المساله تصنيفيه؟ ازاي اعرف ان الفلول دي ايه معناها بالظبط؟ انا اقصد بمين الفلول؟ انا هقول لك على حاجه. انت بتقول انا جزء من النظام، انا كنت وزير مثلا في سنه 74 و75. لا، ما هو امتداد يا فندم. ما هو لا لا لا، لا مش امتداد. احنا امتداد واحد من الثوره، هذا النظام. لا 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 لا. امتداد. لا لا لا. شوف يا سيدي، انا بقسم المرحله من 52 لغايه 2011 ثلاث اقسام. فيه تقريبا تشابه في الوسائل، يعني الوسائل البوليسيه، الوسائل ان الفرد هو اللي بيدور حواليه كل شيء، ده موجود في الثلاث مراحل، يعني في مرحله عبد الناصر ومرحله السادات ومرحله مبارك. نعم. في الثلاث مراحل انت بتحكم حكم فردي، رئيس الجمهوريه تدور حوله كل شيء. تمام. وايضا بتحكم الى حد كبير حكم بوليسي في الثلاث مراحل. تمام. لكن التوجهات كانت مختلفه اختلاف بالكلية، مع تشابه الاشخاص او تماثلهم. التوجهات مع تشابه الوسائل، الوسائل والاشخاص. ان هناك اشخاص في نظام مبارك كانوا موجودين في نظام الرئيس السادات، كانوا موجودين في نظام رئيس عبد الناصر، اسماء كثيره جدا. لا مش كتير، عارف يعني. هم الذين صنعوا الحياه وانتقلوا بها، من الدكتور يوسف والي، السيد صفوت الشريف، السيد زكريا عزمي، كل رموز الدكتور فؤاد محي الدين. الانتدابات كلها كانت يعني كده. عارف انا بقول لك، شوف يعني يمكن في بعض الاشخاص. نعم. لكن عبد الناصر كان له كاريزما وكان قوي جدا. عبد الناصر كان توجهاته حقيقة إحداث تنمية في هذا البلد. تمام. وإعطاء المواطن العادي حقه حقيقة، مش كلام في الجرائد إحنا منحازين ما أعرفش ليه، كلام الناس كلها عارفة إنه إيه، أو كلام بيتقال وخلاص. لكن عبد الناصر كان فعلا منحازا للجماهير. نعم. لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. عبد الناصر عمل تنمية صناعية، عمل خطط صناعية، وده احد اسباب ضربه في 67. يعني عبد الناصر ضرب في 67
لانه عمل خطط صناعيه هتقوم بلد على رجليها، ومصر مش مطلوب انها تقوم على رجليها. في قرار متخذ، قرار ضمني كده متخذ عند يعني اللي بيسيطروا على المسرح الدولي، مصر لا تموت ولا تقوى. ما تموتش لان موتها يعمل لك زلزال في المنطقه، وما تقواش لانه قوتها تعمل لك زلزال في المنطقه. فمصر لازم تبنيها ضعيفه. فاضعاف مصر اللي حصل في التنميه من منتصف الخمسينات لغايه 67 كانت تنميه حقيقيه. ده انت عملت تنميه حقيقيه، عملت مصانع وعملت ثوره صناعيه حقيقيه. ايضا كنت بتحاول تعمل تنميه زراعيه، عملت السد العالي، عملت كهرباء السد العالي، عملت ميه ورا السد العالي تروي بيها طول السنه. نعم. انت قبل السد العالي كنت تروي فتره فيضان فقط، انت بعد السد العالي بتروي ده 12 شهر. نعم. فانت عملت تنميه صناعيه، حاولت تعمل تنميه زراعيه، مش بالقدر اللي حصل في التنميه الصناعيه. حاولت تشعر المواطن البسيط انه له وزنه. خد بالك، يمكن تعبت المثقفين شويه، يمكن تعبت المفكرين شويه، يمكن ما ريحتهمش، انما انت عملت مسرح رائع. انت ثروت عكاشة عمل لك اكاديميه فنون رائعه، عملت بديت تعمل مادة ثقافي ظهر في المسرح اساسا، وظهر في الكتاب في الابداع، وظهر في الابداع في الكتاب. وعملت بقى الاساس اللي بتكلم عنه دلوقتي، الثوره الصناعيه او التنميه الصناعيه. نعم. المرحله الثانيه، المرحلة التانية بقى اللي هي مرحلة الرئيس السادات، من يوم ما جه الرئيس السادات لغاية يناير 77، ده جزء. ليه بقول يناير 77؟ يناير 77 حصل فيها أحداث يناير 17 18 و19. الأحداث ديت يعني أولا خلينا نتكلم في الفترة اللي قبلها. الفترة اللي قبلها كان الرئيس السادات رئيس مصر الوطني اللي فاهم هو بيعمل إيه، خد قرار الحرب، عمل ورقه اكتوبر وساعدناه كلنا فيها. انت عارف مين اللي عمل ورقه اكتوبر؟ اسماعيل صبري عبد الله المركزي الله يرحمه. هو اللي عمل مشروعها، وانا شفتها يعني وناقشناها بعد كده في مجلس الوزراء وشاركت فيه. ورقه اكتوبر كانت فعلا خطوه على الطريق، يعني كانت خطوه نحو التحول الديمقراطي. نعم. خطوه، انا ما قلتش تحول ديمقراطي، خطوه نحو التحول الديمقراطي، لكن كانت لاول مره منذ 54 تتكلم عن التحول الديمقراطي. منذ وئد مشروع دستور 54، ودي كان مشروع دستور كويس جدا، منذ وئد هذا المشروع لغايه 75 انت ما سمعتش كلمه التحول الديمقراطي حصلت في الفتره دي. ايضا قرار الحرب. نعم. وهقول لك على حاجه في قرار الحرب ده. قرار الحرب الرئيس السادات عمل اجتماع لمجلس الوزراء، وهذا الاجتماع له محضر خاص. محضر خاص لهذا الاجتماع. وقال عايز اسمع راي كل واحد. الاول قال للمشير احمد اسماعيل الله يرحمه اشرح الوضع العسكري. اشرح العلاقه مع الروس. اشرح العلاقه كذا، قول لي اتكلم واشرح للوزراء الوضع في الجيش شكله ايه. وشرح المشير احمد اسماعيل، وانتهى الى انه الحرب ضروريه عشان التحرير، الحرب ضروريه. وبدا الوزراء جميعا الرئيس السادات يسالهم واحد واحد، قول رايك ايه، قول رايك ايه، قول رايك ايه. الغالبيه العظمى في مجلس الوزراء كانت مع قرار الحرب، وهو كان مع قرار الحرب، واتخذ قرار الحرب في ذلك الوقت. شوف بقى الحاجه الجميله، أنه هذا القرار رغم أنه اتخذ قبل 6 أكتوبر يمكن بكذا شهر، ظل مكتوما ولم يعلم به أحد. هو طبعا ما حددوش مع ميعاد الحرب. نعم. يعني ميعاد 6 أكتوبر لكن مجرد القرار أن أنا سندخل الحرب إلا يمكن قبلها بأيام بين الرئيس السادات والرئيس حافظ الأسد الله يرحمه. الله يرحم الكل. نعم. اتحدد يعني يمكن في أواخر سبتمبر. وأنا بعرف هذا لأن كانت الوثائق عندي في مجلس الوزراء، وأنا يعني قرار الحرب لم يتخذ، يعني تقرر تحديد موعد اقصد. نعم. لم يتخذ
وحتى يعني محمد حسين هيكل هو اللي كتب القرار الاستراتيجي ببادئ الحرب. فاتخذ القرار ده اتخذ قبل الحرب بأيام، وعملية التضليل بقى اللي حصلت سواء من المخابرات أو من الحكومة العادية. حضرتك بتقسم لمرحلة السادات، فبتقول الرئيس الراحل إن المرحلة بتاع الحرب كانت 77 كانت مرحلة رائعة. نعم، رغم ما شابها في انفتاح اقتصاد وخلافه. روح اكتوبر زي ما كنا بنقول عليها، روح اكتوبر اللي اعادوها الشباب دول في 25 يناير، هم دول اعادوا روح اكتوبر. تمام. لكن اللي احنا فيه النهارده اللي بيحصل في بعض الحاجات في بعض المناطق، لا مش روح اكتوبر. نعم. فاللي حصل انه دي فتره. اما نيجي بقى للرئيس مبارك المرحله الثالثه، يعني ايوه برضه الوسائل هي هي، وبالعكس يمكن المركزيه زادت اكثر. والرئيس مبارك في فترة العشر سنين الأولى، هو طبعا يذكر له أنه كان يعني كان من قادة حرب أكتوبر طبعا. وبرضه عايز أقول لك على حاجة، تعرف مين اللي اختاره مدير كلية الطيران؟ أمين هويدة الله يرحمه وعبد الجمال عبد الناصر كان وزير الحربية. كان كان أمين هويدة وزير الحربية، وجمال عبد الناصر رئيس الجمهورية، وقالوا الشاب ده كويس وصلب وصحته تستحمل ويجي مدير كلية الطيران. كان مدير كلية الطيران في أيام عبد الناصر، وكان جزء من حرب 73، كان قائد دفاع الجوي في 73 وقبل بلاء حسن، القوات الجوية، القوات الجوية وقبل بلاء حسن. في فترة حكمه الأولانية يمكن الشيء اللي يذكر له أساسا إعادة البنية الأساسية. نعم. البنية الأساسية، أنت يعني رئيس مبارك جه والتليفونات ما فيش تليفون بيشتغل، الطرق حالها كرب، يعني البنية الأساسية في البلد كانت تقريبا مدمرة. في العشر سنين الأولانيين حدث شغل جاد في إعادة البنية الأساسية. يعني يمكن بعض الناس بيقول لك ده كأنه كان موجود أو كان مخطط له من أيام الرئيس السادات، يعني مثلا مهندس حسام الله الكفراوي من هذا الرأي، وهو شارك في هذه المرحلة في إعداد البنية الأساسية. هو من رأيه أنه دي كان يعني كله معد من قبل، إنما على كل حال اللي قام بتنفيذه أنه هو أخلص فيها لحد ما كملها. لكن الحقيقة بعد يعني من أوائل التسعينات الصورة تغيرت. نعم. نصوب رجال الأعمال على السلطة والجمع بين السلطة والثروة وكم الفساد الرهيب اللي رجال الاعمال ده ظهر في التسعينات، في نهايه التسعينات. لا مش في نهايه، في اثناء التسعينات، ثم استشرى واستفحل في يعني بعد الألفية الجديدة. انما الفتره ديت بدات التقارب بين الثروه والسلطه لحد انتهاء ولايه الدكتور عاطف صدقي عندما كان رئيسا للوزراء، كانت يعني في اوضاع مصر يعني انا صار مش ميال قوي انه طيب. رئيس الوزراء كان يعني له شيء كبير. نعم. يعني الدكتور عاطف عمل اصلاح مالي عظيم. صحيح. الدكتور كمال الجنزوري كان رجلا مخلصا وكان رجلا قويا، لكن انت النظام مركزي بتاعك كان نظام مركزي، وكان كل الامور تدور حول رئيس الدوله. نعم.